تاكلي سندويشة سجق هلا؟ لا حبيبي شبعانة، بس إذا في كولا بشرب. تكرم عيونك. تفضلي. تفضلي حبيبتي. يسلموا حبيبي. ايه هلا، قولي لي لشوف. شو حبيبي؟ شلون بتقيمي هالرحلة هي؟ يعني قديش بتعطيها علامة؟ يعني لحد هلا 10 على 10. وشلوني معك بهالرحلة؟ لأنه مثل ما بيقولوا الرفيق قبل الطريق. يا سيدي أنت ما في مثلك، وفعلا انتصحت بجيتي معك. يعني مالك ندمانة لأنك تركتي رحلة الجروب النسواني تبع مؤسستكم وإجيتي معي؟ أعوذ بالله، قال ندماني. قال مين كان بده يتحملني ويتحمل سألتي، وخاصة بالأسواق؟ أنا طويل بال مو هيك؟ إيه طويل باله بس، ولك أنت ما في منك، لكريتك تطلع على قبري إن شاء الله. بعدين السفر بيكشف الإنسان على حقيقته. وشلون لقيتي حقيقتي؟ إن شاء الله عجبتك. هلا عم تتواضع ولا حابب تسمع مديحك بإذنك؟ لك لا، بس حابب أسمعك عم تمدحيني، لأنه هالأمر نادر الحدوث. إيه لا أنت الثاني، يعني مالي كل هالقد بخيلة بالكلام الحلو. إيه عيوني، منمشي؟ وليش مستعجل؟ والله القعدة هون حلوة، بعدين شوف هالهويات ما أنعموا. والله معك حق، بس بتعرفي حتى نكسب الوقت، لأنه ما بدي أصل متأخر بالليل، أسواقة الليل ما بحبها. معك حق، بس قلتك حدا بيحكي معنا شي على الحدود مشان السجادة والمشتريات والغراض والهدايا اللي جايبينهم معنا؟ لا ولا يهمك، رفيقي عبد المجيد مناوي بالليلة ورح يدبر لنا كل شيء. لعب على هالسألة، أنا قديش شفت بحياتي غلاظات مثل هالركاب، لا شفت ولا عيني رأيت، بكسر لها. مرحبا يا جماعة. أهلين سليم مدام، مرحبا. بيلتقالي عندكم كاسة مي باردة اشربها حاكم، عندي حبة الضغط بدي ابلعها. ايه على عيوني وراسي مدام، تكرم عيونك. لحظة صغيرة بس، لحظة ما تطول، يلا. تفضلي مدام، ارتاحي تفضلي، باين عليكي متضايقه. متضايقه كتير كتير، مو شوي. عصي وينه؟ تفضلي مدام. هات خلصني انت التاني. ليش هيك سخنه؟ شو طالبه منك كاسه شاي؟ انا عفوا مدام، بجوز الترموس. ولك أنا لا لي حظ لا من قريب ولا من بعيد، لا من عدو ولا من صديق تضرب هالعيشة شو مرة. لا وكل ما بحس حالي فتت لجوا بلاقي حالي على غفلة صرت برا. خير مدام، شايفك مزعوجة. إيه والله مزعوجة على الآخر، بس أنا ساكتي على وجعي وعم كابر. سلامتك يا مدام، إن شاء الله ما تشوفي إلا الخير. حضرتك نازلة على الشام؟ إيه والله نازلة على الشام شريف، بس الله رماني بقوبة ركاب يا حفيظ ويا لطيف. أنظم واحد فيهم حشت نشت، والشوفير أزعر هردبشت، يعني أخلص منه بالكون ما رأيت عيني ولا شفت. ليش حضرتك نازلة بسيارة إجراء؟ إيه نعم يا سيدي، والعين تطرقني طرق والحمة تسفيني سفق. ساعتين وافقت اتحش حالي بين هالخلق، بركي مسبني سفي ميور. خير خالي، بإيش عم يضايقوكي؟ بإيش يعني؟ بالحركشة والزعرنات، وكأنه بعمرهم مو شايفين بنات. وبيني وبينكم هو الحق معنا، لأنه شافوني تشك جوزال قاموا صايروا يلطشوني حكي هالأرزال. بس شو بدي أقول، هريته رصاص يرصني رص، والطاعون يشني يش لما قبلت إني أركب معهم بالسيارة. شو قلت لحالي؟ قلت لحالي وفري لك كم قرش يا بنت وبلا ما تركبي بالطيارة، وهذا اللي صار. لك ريت الوبا يحلني حلو يبعث لي حمى ونازل. ومنين حضرتك جاي؟ جاي من ششمة يا زول. وين بتجي؟ بنص هضبة الأناضول، لقوا فوق هالشي على غفلة وأنا نايمة سرقوني. اكشم دهس تايم. الله بلير. أعوذ بالله، معقولة؟ ما بزل عليكم يا نور عيوني، والحق معهم، لأنه شافوني حرمة مقدرة، فقالوا لحالهم شو عليه إذا سرقنا لسندويشاتها؟ ولو ما كنت حاطة مصرياتي بدكتي كانوا قالوا شو لزومهم مصرياتها؟
فعلا أمر هالركاب غريب. يبعت لي 60 ضريب وإن شاء الله ينزل على بدني 100 قضيب ساعة نقبلت. اندحش هيك دحشة بين هالأرباط. ولا يهمك خالي، طولي بالك، على كل حال ما صفي إلا القليل لتصلي على الشغل. سامعة بإذنك؟ سامعة لك، حتى زمورن مشرشح ومثل الكلب اللي عم ينبح. على كل لا تأخذوني يا جماعة، وجعت لكم راسكم بقصصي، بس لو ما كنت فشيت لكم قلبي يمكن كنت بدي طق شقفتين. بس هيك الدنيا وتركيبتها، ناس بتعن وبتتوجع وناس بتسمع وبتتسمع. يرجن دار المشيم هاشتايم أمان بركي مسبني سافي ميور نيابي الميورم. غسان اسألها، بركي المخلوقة مقطوعة من المصاري ومستحية تقول. ما سمعتيها؟ قال المصاري بدكتي. اسألها ما بتخسر شي. وعرف مدام، يا مدام. أفنديم حضرت ليريم. عدم المؤاخذة، معك مصاري كفوكي؟ تشكرات أفنديم على سؤالك، والحقيقة أنا ما عم عاني من قلة المصاري، والطلب اللي ممكن تخدموني فيه هو كالتالي إذا ما في إزعاج. لا ولو، تفضلي خدي راحتك. أنا شايفة إنه سيارتكم واسعة وأنتوا اثنين، بقى ممكن أركب معكم وما رح أنسالكم هالمعروف طول العمر. تركبي معنا؟ يعني بدك تنزلي على الشام معنا؟ إذا ما فيها سئل المسألة، لأني بصراحة رايحة مع هالأرباط غصب عني. بقى شو قلتوا؟ وبترجاكم بلا مكمكي دجولي جوابكم دجوا بدون فزلكي. هو الحقيقة قوي قلبك وجاوبني، ولو إنه رفضك رح يعذبني. معلش غسان، شو عليه؟ الخانم هيئتها مزنوقة، وإذا بدكم بتفعلكم إجرة، لأنه ولله الحمد مصاريي بدكتي ومو ناقصني فلوس. طيب ماشي الحال. معك أغراض يا ترى؟ معي شنطة سفر، رح أركض جيبها قبل ما يسرقوا لي إياها هالغجر. الملخص يا جماعة، مشنطتها كتير ومرمرة ودايقة من هالكوع سم ومن هالكوع دم. ولما كنت صغيرة بنت 14 كنت فرجة لمين يتفرج. لا وأهلي من كتر ما كانوا طماعين جوزوني لرجال عمره فوق 70، بس شو زنقيل كتير، عنده بواخر بالدردنيل وعوامات على شط النيل وثلاث بنايات بسن الفيل. عفوا يمكن صار لازم نمشي الكرسي إذا بتريدي، لأنه خايف الشمس تغيب وال... هلأ لا تقطع لي سلسلة أفكاري، بعدين ما بدكن تعرفوا مين جناب حضرتي قبل ما تركبوني معكم؟ مع حق غسان، خليها تفضفض شوي، بركي هيك بتريح نفسيتها. بس ما قلتينا خالي، شو الاسم بالخير؟ أنا اسمي تركان بنت أورخان التتنجي. وشامية حضرتك ولا تركية؟ معلوم أنا أصلي شامي، بس عايشة بتركيا من وقت ما كنت فصعونة صغيرة، وجدي كان يبش كاتب عند السلطان زنقي. إيه بس لهجتك الشامية كتير كتير مزبوطة. معلوم، ما أحلاني والله لو ألساني ومغيرة لهجتي. إيه والله ما بغيرها حتى التعش بتربتي، شامية أنا ورح أضل شامية. طيب وشو نازلة تعملي بالشام لكان؟ أمان يا ربي أمان. لك يا بنتي أنا شروشي كلها ضاربة بالشام شريف، صحيح كل اللي بعرفهم ماتوا وصار لي 30 سنة ما دست عتبة الشام شريف، بس إلي حصة كبيرة بدكاكين سوق ساروجا وعندي بوايك بالميدان وخانات بسوق مدحت باشا. أنت مين قالك هالحكي؟ يعني قصدي مين خبرك أنه إلك أملاك بالشام؟ هيك بعت لي خبر المحامي تاركتو، وبصراحة خايفة لتطير الورتة من إيدي ويسرقوني. حاكم أنا محظوظة بالسرائين ولي على حظي المسخام. ليش سبق إنه حدا تلاعب معك وهضم لك حقك لا سمح الله؟ كتير يا أستاذ كتير. مثلاً مبارح كنت رايحة سيرانة لبيوك قضاء، وقبل ما أركب بالشختورة سألتهم بقديش الركبة؟ قالوا لي ب3000 ليرة تركي. خلصت السيرانة المسخمة قال طلع لنا معك 4000، والمفروض تاكلي ساندويش مو من البوفيه المفتوحة. يعني بصراحة سرقوني. ايه كنت اشتكي عليهم؟ مين قالك ما اشتكيت؟ بس بعد ما انتهيت من عرض ظلامتي على رئيس الكراكون قال لي ولا يهمك يا فنديم، انا بحصل لك حقك منهم. وفعلا اصدر فرمان وجاب صاحبين الشختورة وحبسهم بالنظارة 3 ايام.
عظيم كتير، معناته رئيس الكراكون أنصفي. صحيح، بس بعد شو؟ بعد ما أخذ مني 7000 ليرة تركي على هالخدمة التعيسة، يعني بالمشرمحي انسرقت مرتين، سرقوني بالشختورة وفوق منا سرقوني بالمخفر. طيب عدم المؤاخذة، أنت ليش لحتى هلأ ليش معلش، شفت هالسيارة اللي نزلت منها أنا؟ إيه شبهها؟ فكرك مين صاحبها؟ ما بعرف مين. أنا يعني بالأصل كانت إلي، خلف لي إياها المرحوم جوزي ديميريل يلمز خان، من جملة يعني ما خلف، بس المحامي تاركته، الله لا يوجه له الخير، كيف ما توجهه حيث ما حل سرقها مني. وشلون سرقها بقى؟ هذا يا ستي كلفته يخلص لي تركتي تبع المرحوم ويلاحق لي حقوقي، والنكتة إنه بعد ما خلصت معاملة الإرز ما طلع لي شيء، ما طلع لي الوتكة، بالعكس المرحوم الله يوجه له الخير هو الثاني ترك وراه ديون تكسر الظهر ولازم أنا سددها، بس مو هون المشكلة. لكن شو المشكلة؟ المشكلة إنه المحامي طلب أتعابه مني، وباعتبار ما معي، وباعتبار صفيت على الجنط، وباعتبار المحامي طلع طماع، فاضطريت أعطيه السيارة كتسوية. يعني بالمختصر انسرقت مرتين، مرة من جوزي ديميريل ومرة من المحامي تاركتو. إيه نعم حبيباتي، سرقوني عينك كد عينك. يا ستي الله يحمل معك، شو مأهرمة؟ يلا غسان خلينا نمشي، تأخرنا. ايه والله دوبنا، لازم نمشي هلا بطيب الشمس. الكرسي لو سمحتي مدام. ايه خدو. يلا لا تطولوها، بخاف لأنه يسرقوني. لا ولا يهمك مدام، ولا يهمي. ايه شو حبيبتي هالة؟ لساتها نفسك عم تلعي؟ شوي انتظروني لحظة، معليش. ولا يهمك، روح معي؟ لا لا ما في داعي، لا تقلق، شوي بس. شلون شايفة حالك هلا؟ الحمد لله أحسن. إيه الحمد لله. تاخدي شفة قهوة؟ ما في مانع. مدام تركان، مدام تركان، شفة قهوة، قهوة سخنة. مدام تركان، فظاعة على هالمخلوقة، شو نومة تقيل. اتركها غسان، حرام، أكيد نعسانة، ايه فطست من تعبها المسكينة. صحيح، بس كنت حابب تشوف لها فنجان قهوة. اخ طيب تبل ريقة. مدام تركان، يا مدام تركان، مدام العمى، فعلا نومة تقيل هالمخلوقة. شلون يعني نومة تقيل؟ ما بعرف، فيقية إذا بتقدري. مدام تركان، مدام تركان، مدام تركان، مدام تركان، مدام، مدام. مدري شو بقول، لا عم ترد ولا عم تسمع. شو هالحكي؟ مدام تركان، يا مدام تركان، الله يرضى عليكي يا مدام، يا مدام تركان، الله يرضى عليكي، فيقي شوي، سامعة؟ مدام، يا مدام، مدام. أحليين، أحليين. شو هذا الأحليين؟ هلا يمكن المدام، يمكن ما بعرف، فرضا يعني شو ما بتعرفوا؟ يمكن المدام ماتت. قولي ماتت؟ إيه نعم ماتت، الله يرحمها. إيه يا باردة، ماتت، حجر عينها واقف. إيه ماتت. لا تقولها غسان. يا ستي الله يرحمها، الله يرحمها، قدرها ونصيبها إنه تموت معنا على الطريق، ولا تدري نفسهم بأي أرض تموت. يا هلا. إيه والعمل هلأ؟ العمل والله ما بعرف. لك شلون ما بتعرف؟ ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف حبيبتي، تربطت ايدي، شو بدي اعمل يعني؟
شحطة لبرا غسان، بركي بتفيق. شو اشحطها لبرا؟ شو اشحطها؟ عم قلك ماتت، ماتت، اشحطها. لك شو بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف. لازم اركب بشي سيارة وروح بلغهم على الحدود بالحادثة. شو تركب؟ قصدك منركب اثنيناتنا سوا ومنروح؟ لا لا، أنت بدك تضلي عندها. وين؟ أنا ضل مع المرحومة؟ طبعاً، حتى بلغ الحكومة. مشان الله غسان، مشان الله خليك أنت مع المرحومة وأنا بروح ببلغ الحكومة. وشو بدك تقلي لهم؟ بدك تقلي لهم ماتت بسيارتنا إنسانة غريبة لا منعرفها ولا بتعرفنا؟ إيه، بحكي لهم شو صار. ولك يا هلا، فكرك الشغلة رح تمرق هيك مرور الكرام؟ رح يصدقوا كلامنا؟ شو قصدك؟ لا تنسي يا هلا إنه الشغلة فيها تحقيق، فيها تدقيق، فيها توقيف حتى تبان الحقيقة. طيب ليش ما بيجوا هنن بياخدوها وبيتركونا بحال سبيلنا؟ ما شاء الله عليك، شو ذكية أنتي. يعني فكرك رح يصدقوا إنه هالمخلوقة ماتت بين إيدينا موت ربنا هيك يعني بسهولة؟ هلا شو قصدك يعني؟ يعني شو عرفهم إنه ما ماتت مسمومة مثلا، أو مخنوقة، أو مرعوبة، أو مخطوفة؟ وإن شاء الله رح يفكروا إنه نحنا قتلناها. طبعا من حقهم يفكروا بكل شيء حتى تبان الحقيقة. وشلون بدها تبان الحقيقة يعني؟ شلون يعني؟ بدهم يجيبوا الإسعاف وقاضي التحقيق والشرطة، وبدهم ياخدوها على التشريح، وبدهم. مشان الله، مشان الله لا تعصب علي. إيه والله مو ليان إنك شيء. لك تضرب تضرب هديك الساعة اللي ركبنا هالمخلوقة معنا، لك كانت باطلة ومحولة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وشو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ لكن نهفة إنه ما منقدر نرجع فيها لبلدها، ولا منقدر نفوت فيها لبلدنا بدون إجراءات إلها أول ما لآخر. وبصراحة يا هالة رح نتشنطط شنططة ما تشنططناها بعمرنا. طيب لازم يفهموا علينا ويقدروا وضعنا. ما اختلفنا، بس إلا ما ننحبس رهن التحقيق. لازم ننحبس، ما في مجال. قولي على قامتي على هالقفلة، ننحبس؟ إلك كان شلون بتبان الحقيقة؟ طيب غسان، اتصل بمحامي من على الحدود. نفس الشيء. وشو بده يعمل المحامي؟ دخلك الاجراءات بدها تاخذ مجراها. لك اساليني الي يا الا. طيب اتصرف، هيك بدك تضلك عم تحوص مثل الخمسه بالطاسه. وينك هلا؟ شو رايك نفوت فيها على البلد وهنيك منصارح السلطات بالموضوع كله؟ شلون ما كان بجوز ننام ببيتنا على بين ما ينتهي التحقيق، مو ننام بنظاره الحدود. وشلون نفوت فيها يعني؟ يعني مثل ما بتعرفي يعني نحن جايبين معنا من تركيا أغراض كتير وهدايا، مو هيك؟ صحيح. وعلى الحدود ما حدا رح يفتشنا، ما حدا، لأنه رفيقي عبد المجيد مناوي بهنيك، مو هيك؟ شو قصدك؟ خلصني. يعني كل ما هنالك عبد المجيد رح يفتح باب السيارة والطبون على عيون الناس، ورح يقلنا الله معكم، وما رح يفرد لنا شنطة ولا رح ينكتلنا غراض. شو المعنى؟ ما فهمت. يعني يلي بقصده نحن يعني لو فلنفرض مثلا يعني اني عم اقول فرضا يعني. ولك شبك تبلكمت، احكي خلصني، نشفت لي دمي. فكري شو رايك بهالسجاده؟ سجاده؟ ما فهمت عليك. يعني عم اقول فلنفرض مثلا يعني اني يعني لا تعتبري كلامي نهائي، لا قابل للنقاش كلامي. ايه يعني لو فردنا هالسجاده ولفينا هالمرحومه فيها، عم قول فلنفرض مثلا يعني انه ورجعناها لمطرحها وربطناها وفتنا على الحدود مثل الاكابر، مو منكون تخلصنا مؤقتا من السين والجي؟ جاوبيني. وهنيك ببلدنا منقدر نصارح السلطات بكل شيء. المرحومه بالسجاده؟ شو علي؟ شو علي حبيبتي؟ طالما النوايا نظيفة ونحن أبرياء وسجادتنا نظيفة وسجادتنا معنا ومرحومتنا معنا والله معنا. ولك شو عم تحكي أنت غسان؟ شو جنيت؟ لا والله حبيبتي ما جنيت، يعني طالما السجادة نظيفة والنوايا معنا والأبرياء بالسيارة فالأمور. عم أقول مثلا فرضا يعني. لك شو صار لك غسان؟ شو بك؟ شو ما عم تجمع؟ ما بعرف، أنا رأيي هذا أحسن حل. بقى بترجاكي قولي لي إيه ومرقيني، ولا تقولي لي لا وتغرقيني. كتير طيبين هالسمكات ندى، إن شاء الله ألف صحة. وهنا يا ستي، أنا آخر مرة أكلت فيها سمك أكلته على شط البحر، وطعمته هلأ تحت أسناني. شو أكلتي؟ لقص ولا سلطان إبراهيم؟ أنا بحبه أجنبي، هامور مدخن متبل بالمايونيز والحمض والتوم. الله يجيبك يا غسان بالسلامة لحتى تدوق هالسمكات. ندى خدي هالفرخ، اشتهيت لك يا مان.
ولك حاجة تعصى المخلوق أخطاي؟ لك أي ما عم عص، وأنا الثاني قلبي من الله، بس بدي خشبتين صغار حتى حطهم تحت الحبل حتى ما يزبليط وتفك الربطة. وهلا منين بجيب لك خشبتين؟ أنا بجيب، ولا يهمك إلا ما يلتقى ورا هالشجرات هني. تعال هو وين رايح؟ خدني معك. مدري شو بدنا بعد الأكل هلا؟ أي معروفة، بدنا كاسة شاي سخنة لحتى تجلي المعدة جلي. على راسي. سميرة، وين بيكون أخي غسان هلا؟ وين بده يكون يعني؟ غير بأحضان الطبيعة الخلابة؟ غسان؟ غسان شايف مثل ما أنا شايفة؟ غسان؟ السجادة؟ والأغراض؟ العمى معقول؟ وين السجادة غسان؟ لك شو عرفني؟ أكيد انسرقت، ما في غير هيك. انسرقت؟ لك وين بدها تروح يعني؟ يا أختي يا تركان خانم، هالمرة سرقوها عن حقها.